استقر قارب آتون على الأمواج المظلمة ومد يده إلى الأعماق ليأخذ من قوة البعث، لكن عادت يده دون القوة. وفوجئ آتون بوجود خبر إله البعث على مبني القارب. استدعاه آتون وأمره أن يفصح عما به، فقال له خبري بنبرة تمتزج بالخوف والخطر: إن ست قد خدع نوع المياه الأزلية وأقنعها بابتلاع الكون حتى يصير كل شيء في قبضته بعد أن يردمها بصحرائه. فصاح آتون في تأهب: إلي بسائر الآلهة! اجتمع سائر الآلهة ومثلوا أمام آتون واستعدوا لمعركة عاتية لا مثيل لها. نفذ ست وعده وغدر بنو وردم المياه الأزلية، وصار الكون ما يخفيه صحراء في صحراء، وست هو الغالب على كل شيء. لكن من وسط الصحراء الواسعة الجافة أخذت الجعارين تنبثق من كل مكان، وزهور اللوتس تبزغ من بطونها تروي كل شبر في الصحراء. وعاد الكون يزهر من جديد. بعثه الإله خبري، أما ست عزمه على الشر بلا حد، فقد تحالف مع سخمة ربة الأوبئة والغضب في محاولة لاستعادة مملكته، فبعث آتون إلى إيزيس لتتصدى له. تمكنت إيزيس من كبح جماح سخمة وإعادتها إلى قبضة الآلهة كعين رع لمعرفتها باسم رع الخفي. وفشل تحالف ست مع أي إله مصري آخر، فلم يجد بدا سوى من التحالف مع آلهة الأجانب، إله الصحراء الليبية وإله البحر. فالصحراء هي مملكة ست والبحر حتى يقضي على النيل. وبدأت المعارك. انقض البحر على وادي النيل، لكن لم تستمر قبضته طويلا، فقد صنع حابي من فروع النيل المتعددة شبكة عملاقة أسرت البحر وأجبرته على العودة أضرابه. أما الصحراء الهائلة ذات العواصف الجبارة بعد تحالف ست وإله الصحراء الليبي، فقد سيطر عليها حورس الصقر سيد كل صحراء بأجنحته العملاقة، وتقوضت مملكة ست وانهارت تحالفاته. ومن وسط وادي النيل ظهرت تلة من الرمال أخذت تنمو وتنمو حتى بلغت عنان السماء إلى أقصى حد. إنه أتوم الذي ثار بشدة لتحالف ست مع آلهة الأجانب، لذلك خلقت تلة الأزلية التي ابتلعت كل شيء واختفى كل شيء، وبعث الكون من جديد.